بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حناخذ المحاضرة الثالثة اللي تكلم على الداتا ريكونستراكشن. شو معنى الداتا ريكونستراكشن؟ الداتا ريكونستراكشن احنا عارفين المادة متاعنا تكلم على ديجيتال كنترول، معناها القيمة متاعي سامبلينج ماهيش كونتينيوس. بين سامبلينج وسامبلينج في زمن تي. كيف في زمن تي؟ مرت بين السامبلينج والسامبلينج 200 ملي سكند، 20 ملي سكند، 5 ملي سكند. اذا كان البروسيس جاتها سامبلينج، باهي بين السامبلينج والسامبلينج شنو بيصير؟ معنى هذا اللي بنديروا كونستراكشن للداتا، لان عارفين نحن البروسيس بطبيعتها انالوج، يعني الاشاره كونتينيوس، ولكن الكنترولر اللي هو كمبيوترايز، ممكن يكون بي ال سي، ممكن يكون دي سي اس، هو ديجيتال. معناها الميجرمنت فاليو تجيني انالوج تحول للديجيتال، تدخل للكمبيوتر تقعد ديسكريت جوا او ديجيتال، وبعدها تبي ديجيتال بنحولها الى انالوج، معناها نبي ندير لها ريكونستراكشن. في الريكونستراكشن في طريقتين، الطريقه الاولى يسموا فيها زيرو اوردر هولد، والطريقه الثانيه يسموا فيها فيرست اوردر هولد اللي ناخذوها اليوم. قال لك موست اوف ذا كنترول سيستم، الاغلبيه او كلا هاف كنترولد بروسيس which are inherited driven by analog inputs. يعني البروسيس بنتحكمه في انالوج، سواء كان غرفه احتراق، سواء كان بيرنس، سواء كان موتور، كلهن شنو انالوج. ذوس من هنا ذا اوتبوت اوف ديجيتال كنترولر، الديجيتال كنترولر هو الكنترولر بتاعي اللي هو الديجيتال، should be first converted نحولوها الى انالوج سيجنال before applied to the system. Another way to look at the problem is that high frequency component of FT should be removed before applying the analog device. لأن طبعا الإشارة لما كانت analog وحولناها إلى discrete قاعد عندي high frequency، أو بشكل آخر قعدت الإشارة discrete، فلو بدنا نحولوها analog فندروا لها reconstruction. قال لك معناها اللي بنمروها على low pass filter or data reconstruction device in is necessary to perform this operation. In control system, hold operation becomes the most popular way of reconstruction due to its simplicity and low cost. A problem of data construction can be formulated as given sequence of number. Data construction, أنا عندي sampling، يعني عندي sample عند t تساوي 0، وعندي قراءة عند t تساوي t، وعندي قراءة عند 2t، عندي kt. هذه طبعا بنحولوها الى شنو continuous signal. It is be to reconstructed information contained in data reconstruction. Data reconstruction process may be regarded as extrapolation process since the continuous data signal has to be formed based on the information available at past sample instance. لان عندي القراءه الحاليه الانستنس الحاليه سموا فيها k، القراءه الجايه سموا فيها K plus 1، والقراءة السامبل الباست سامبل يعني السامبل السابقة نسمو فيها K minus 1. فقال لك انت بس تدير reconstruction مرات تعتمد على تحتاج الحالية وتحتاج السابقة. Suppose the original level فرض ان الداتا continuous FT between two consecutive sampling sentences. KT هي الحالية و K plus 1 مضروبة في T هي السامبل الجاية القراءة الجاية. is to be estimated تقدر based on the values of T at the previous KT نقدروها ممكن كيف نحسبه الجاية أو نحسبه FT بناء على الحالية وبناء على K minus 1 السامبل الماضية والسامبل اللي قبل الماضية K minus 2. المهم نعرف أن KT هي القراءة الحالية، K plus 1 مضروبة في T هي القراءة الجاية، K minus 1 ناقص T اللي فاتت، و K minus 2 مضروبة في T قبل اللي فاتت. لأن T هو sampling period أو sampling instances اللي هو نقوله يساوي 20 ملي سكند ولا 200 ملي سكند ولا شيء من هذا القبيل، اللي هو الزمن ما بين السامبل والسامبل. والK هي القراءة، هي القراءة تعبر عن إذا كان K بس معناها القراءة اللي حالية، K plus 1 معناها جاية، K minus 1 معناها اللي فاتت اللي هي الباست sampling اللي فاتت. باور سيريز اكسبانشن، احنا واخذين في الكنترول من قبل في باور سيريز اكسبانشن، في قانون يسموه فيه باور سيريز. از ويل نون ميثود اوف جينيريتد ذا ديزايرد ابروكسيميشن، قال لك احسن طريقه ان نديروا بها ريكونستراكشن هو الباور سيريز اكسبانشن. لهذا حناخذوا الفيرست اور الزيرو اوردر هولد يعتمد على الباور سيريز، وناخذوا بعدين الفيرست اوردر هولد يعتمد كذلك هو على الباور سيريز.
قانون اي حد يقدر يراجع قانون الباور سيريس اكسبانشن اللي هو الاف كي اوف تي اللي هي القراءه الحاليه يساوي اف كي تي بلس هذه طبعا الورنه اللي فوق هذه معناها فيرست ديريفاتيف وهنا سكند ديريفاتيف على مضروب 2 وزائد ثيرد ديريفاتيف على مضروب 3 وهكذا وير حيث الاف هذه شو تساوي تساوي اف اوف تي هذه الكونتينوس في حيث التي ما بين دي ما نقول التي ما بين القراءة الحالية والقراءة الجاية ان الاف ديريفاتيف هذه تعبر الان قلنا على الديريفاتيف لان الاف 1 معناه الديريفاتيف الاول والاف اس 2 ديريفاتيف الثاني والاف ان هي ديريفاتيف اوف ان since the only available information about ft it is the magnitude at the sampling instantes the derivative must be estimated from of kt هنا طبعا لو معناها الديريفاتيف الاول اللي هو هاف ديريفاتيف كيف نعبره عليه هو تقريبا يساوي 1 على التايم سامبلينج على التايم انستنتس مضروبه في ايش مضروبه افتح القوس اف اوف كي تي الاف الحاليه ناقص الاف السابقه والتفاضل الثاني 1 على تي نفس الشيء التفاضل الاول ناقص التفاضل الاول للقراءه السابقه وهكذا بعدين نجيب التفاضل الاول طبعا التفاضل الاول هذا نعوض به المعادله الثانيه باقي التفاضل الاول للقراءه السابقه شنو يساوي يساوي القراءه السابقه ناقص القراءه اللي قبل السابقه وهذا من هذا التعبير تقدر تجيب الاف بتاع الديريفاتيف الاول وتقدر تجيب الاف ديريفاتيف الثاني وتقدر تجيب الديريفاتيف الثالث من خلال هذه التعبيرات لما تتمعن فيه حتفهم الطريقه بكل سهوله اول طريقه ريكونستراكشن عمليه ما قلت احنا قلنا ديجيتال قاعد ما بين شنو الديجيتال كنترولر قاعد ما بين الانبوت اللي هو الست بوينت او الايرور انالوج وبيطلع اشاره لازم تكون انالوج هو يخدم ديجيتال معنى هذا الاشاره تطلع من الديسكريت بندور لها ريكونستراكشن خلوها كونتينوس نستخدم طريقتين يا زيرو اوردر هولد يا اللي بعدين الفيرست اوردر هولد اهو زيرو خلينا نشرح الرسمه قبل هذه القراءه الاولى هي اللي قاعد يشير لها القراءه الثانيه هي كانت سامبلينج بالشكل القراءه الثالثه هي القراءة الرابعة هي القراءة الخامسة هي القراءة السادسة هذ السابعة هذ الثامنة هذ التاسعة هذ العاشرة هذ الحداشة هي الاثناشة هذ الثلاثة عشر كيف وصل بين يوصل بين بخط مستقيم يعني ما بين قراءة وقراءة نوصل خط مستقيم هي ما بين قراءة وقراءة نوصل خط مستقيم هذه قراءة وهذه قراءة يمشي خط مستقيم لين يقعد متطش بعدها يرجع لها هذه مثلا قراءة وهذه قراءة يمشي خط مستقيم وبعدها ينزلها يمشي خط مستقيم وبعدها ينزلها وهكذا هيك قعدت الاشاره ريتها زي السلوم لكن قعدت تقريبا كونتينوس حولها من سامبلينج الى زيرو اوردر هولد اوبريشن قعدت شنو هذه هي ريكونستراكشن او الخط المتقطع هو الاوريجينال سيجنال كانت انالوجيه الانالوجيه الانالوج بعدين قعدت سامبل لما قعدت سامبل استعملنا زيرو اوردر هولد رديناها تقريبا بالشكل هذا فالزيرو اوردر هولد يوصل ما بين اشاره واشاره عن طريق خط مستقيم عن طريق خط مستقيم نفهموها هذه تو بعدين نقارنه بينها وبين الاخرى قال لك higher the order of the derivative to be estimated is larger will be number of delay قال لك كل ما يكون عندي higher derivative يعني التفاضل الثاني الثالث الرابع كل ما يرقى derivative معناه حيقعد عندي delay متاخر بشكل كبير since time delay قال لك time delay اثر على الاستابيليتي بتاع closed loop control system يعني يكون عندي معادله فيها time delay معناه الاستابيليتي حيتاثر using higher order derivative for more accurate reconstruction often cost series stability قال لك كل ما نعتمدوا على الهاير ديريفاتيف قلنا اف اف 1 من بدري هي الفيرست ديريفاتيف الاول لو كان خذينا الديريفاتيف الثاني معناه يقعد عندي ديلي عالي معناه ياثر على الاستابيليتي خذينا الديريفاتيف الثالث معناه الوضع حيكون اسوء لان معناه عندي كي ماينس 3 حيقعد عندي التفاضل الاستابيليتي معقد moreover high order exploration required complex circuit and resultant high cost for the above reason use only the first term in the power series قال لك للسبب اللي فوق اللي هو ما دام قلنا كل ما يقعد الديريفاتيف عالي معناه يقعد عندي تايم ديلي عالي معنى هذا حيقعد لنا الديريفاتيف العالي معناه نعتمد على اذا كان الديريفاتيف الاول معناه نعتمد على الاشاره السابقه كي ماينس 1 اذا كان الديريفاتيف الثاني معناه نعتمد على الاشاره اللي قبل السابقه كي ماينس 2 اذا كان الديريفاتيف الثالث نعتمد على الاشاره اللي قبل السابقه كي ماينس 3 الديريفاتيف هذا الديلي هذا كي ماينس 2 كي ماينس 3 كي ماينس 4 ياثر على الاستابيليتي مرات يخلي لي السيستم انستابل نتيجه لهذا السبب قال لك استعمل الباور سيريز المعادله اللي اخذناها في السلايد اللي فات استعمل الفيرست تيرم بس in the power series to approximate ft during the term لما تستعمل first معناه تستعمل التفاضل الاول بس
معناها ما تستعملش الدواء during the flood، معناها شنو؟ قال لك تقعد التايم الاف تي ما بين الحاليه وما بين الجايه is very popular and the device type acceleration اللي هو طبعا التي ما بين القراءه الحاليه والجايه in the next example. Figure 1 قال لك انا اعطانا الشرح بتاعها. فاسف لما نستعمل الفيرست تيرم معناها ما شفنا عندي ديريفاتيف هذا، لان الديريفاتيف الاول معناها كي ماينس 1، لا هو قال لك استعمل الحالي فتقعد انت تعتمد على القراءه الحاليه والقراءه كي بلس 1 معش عندك ديلي، لان الديلي قلنا ياثر على الاستابيليتي. ذا اكيورسي اوف زيرو اوردر هولد ديبندز اون ذا سامبلينج فريكونسي. سامبلينج فريكونسي شو معناها؟ الزمن ما بين السامبل والسامبل، القراءه والقراءه، كل ما صغر كل ما قعد السيستم اقرب الكونتينوس قعد احسن، كل ما صغر، يعني مثلا كان 200 ملي سكند خليناه 100 ملي سكند افضل، خليناه 5 ملي سكند افضل، كل ما صغرناه افضل. كل يعني كل ما السابلين قربت للزيرو تقول للزيرو معناها السيستم قاعد افضل. قال لك the output of the zero order hold the bruce continuous time signal. Zero order hold is again هو linear device which is satisfactory the principle of superposition. هيا رجع. هنا zero order hold. هذه قراءة مثلا وهذه قراءة. اه نوصلوا بين بخط مستقيم. معناها zero order hold يوصل ما بين القراءة والقراءة بخط افقي horizontal مستقيم. هذه هي الزيرو اوردر. الامبلس ريسبونس اللي هو يعني يون عند تايم زيرو، زيرو اوف زيرو اوردر هولد اس شاون ان فيجر كان بي ريتن امبلس. هذه المعادله دي معادله الريكتانجل الاكوشي اللي خذيناها تو اخر صفحه اللي فاتت كان فيها الامبلس اهي. هذه جي اللي هو ترانسفكشن بتاع الزيرو اوردر هولد يساوي الكنترول سيجنال الحالي ناقص الكنترول سيجنال عند القراءة اللي فاتت. لو خذينا خذينا البلاس ترانسفورم بتاعها من الجدول بتاع البلاس ترانسفورم هيطلع لي بالشكل هذا، لو حولناها فريكونسي ريسبونس يعني الاس حطيناها بجي اوميجا دبليو هتقعد بالشكل هذا، لو طبقنا لها الاولير سوليوشن هتقعد بالشكل هذا. لو حطينا تي حولنا تي وحطينا 2 باي على اوميجا زيرو نقدر نكتب المعادلة بالشكل هذا، يقبل ماجنتيود هتقعد بالشكل هذا بالتعويض والفيز انجل هتقعد بهذا الشكل. خلاص تو نجي ناخذ الفيرست اوردر هولد اللي خذينا فات هو فيرست زيرو اوردر هولد، وهو طريقه ان نحول بها الديسكريت او الديجيتال الى انالوج، يعني نديروا بها ريكونستراكشن، نعاودوا الديجيتال وخلوه كونتينيوس زيرو اوردر هولد، وهي المشهوره اكثر شهره. في طريقه ثانيه يستعملوا فيها فيرست اوردر هولد، هن اثنين يستعمل على السيريز، يستعمل على الباور سيريز. زيرو اوردر هولد ليش سموه زيرو اوردر هولد؟ لان معادله الباور سيريز نستعمل في الفيرست تيرم بس. باهي الفيرست اوردر ليش سموها فيرست ليش؟ الاول سموها زيرو لانك تاخذ في معادله الباور سيريز وتستعمل في الفيرست تيرم. باهي الفيرست اوردر تاخذ في معادله الباور زيرو وتستعمل في اول اثنين، مش في الاول بس، في اول اثنين فسموها فيرست. الاول سموها زيرو وهذه سموها فيرست. When the first two terms of the power series are used over the time of the interval ايام التيم هذا التايم هذا the device is called first order hold. معناها zero order hold استعملنا الفيرست تيرم وهنا استعملنا الفيرست تو تيرم. تو تيرم اللي هي طبعا يقبل معادله في الكونتينوس تعتمد على القراءه الحاليه والقراءه اهي. طبعا هذا الديريفاتيف، الديريفاتيف هذه نقدر نجيبوها بالشكل هذا. الديريفاتيف الاول اللي هو القراءه الحاليه ناقص القراءه السابقه على تي، والاف كي تي يبقى تساوي نعوض وانا اف كي تي كما هي، وهنا الاف 1 نحطه مكانها هذه وننزله هذه كيف ما هي. امبلس ريسبونس، امبلس ريسبونس قلنا يساوي 1 عند التايم تساوي 0. الفيرست اوردر هولد تايمد باي ابلاينج ذا يونت بل ات تي تساوي 0، لان الامبلس عارفينها عند التي تساوي 0 يساوي 1. ذا كورسبوندنج اوف تايمد اللي هي طبعا هتقعد بالشغله. هذا الفيرست اوردر هولد. الفيرست اوردر هولد باختصار حنجوان. فيرست اوردر هولد هذه سامبل قراءة وهذه قراءة آية. الزيرو اوردر هولد كنا نمشي افقي نوصل في الاخر افقي. في الفيرست اوردر لا نمشي للقمة على طول او نوصل او نمشي للقاع على طول ريتها نمشي طول. لا لو كان استعملنا الزيرو اوردر هولد راهو درنا ريكونستراكشن اعادة البناء راهو وصلنا بالشكل هذا، مشينا هيك وبعدها عدينا فوق وجينا هنا رانا مشينا هيك وبعدها عدينا هيك. لكن في الفيرست اوردر تمشي بخط مائل طول بالشكل الطرقان على طول الكارثه مشينا هيك، هذه قراءه وهذه قراءه اخرى يا بناق جايه مشينا لها طول بشكل مائل، تمشي على طول لقمه الاشاره اللي بعدها، تمشي لقمه الاشاره اللي بعدها. هذا ما بين الفرق ما بين الزيرو اوردر هولد والفيرست. هذه اثنين استعملا في عمليه الري كونستراكشن. المعادلات هذه طبعا سهله. هذه الامبلس دي ما قلنا عند التايم يساوي 0 يساوي 1، وعند التايم الاف
سواء كانت ناقص تي او بلس تي دي ما تساوي زيرو، لان الامبلس يساوي 1 عند تي تساوي زيرو بس، واذر وايز يساوي زيرو عند اي تي يساوي اخرى. تبعت المعادله حتلقاها نفس. تو نشوف هنا انا تبعنا نفس طريقه الفيرست اوردر، تبعها نفس الزيرو اوردر. يهمني هذه الرسم هذه، درنا مقارنه ما بين درنا ريكونستراكشن انالوج بطريقه الزيرو اوردر هولد وبطريقه الفيرست اوردر هولد. اهو هذه قراءه وهذه قراءه وهذه قراءه. ريت الزيرو اوردر شو صار؟ وصل ما بين الاولى والثانيه افقيا، وصل ما بين الاولى والثانيه افقيا، وصل ما بين هذه افقيا، وصل افقيا، ريت حتى انا وصل افقيا خطط. لكن الزيرو اوردر اهو الزيرو اوردر، الزيرو اوردر كيف يوصل؟ اهو الزيرو اوردر يمشي طول قريتها اللي عندي يوصل بها، يمشي فوق مايل اللي عندي يوصل فيها، يمشي ما بين القراءه والقراءه اللي عند توب القراءه الاخرى، اللي عند توب القراءه الاخرى يقبل خط هذا الموفي هذا ولا البلو داكن هذا الهوريزونتال، والاخر الباهت اللي هو او الاسود اللي هو الزيرو اوردر هولد. هذه كومباريجن ما بين الفيرست اوردر والزيرو اوردر. اعتقد كملنا محاضره اليوم، وشكرا وبارك الله فيكم.